بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة هي محاضرة رقم أعتقد 13، اللي هي assignment operation. assignment operation نلاحظ هاي بداية اللي فتحنا الصفحة من بي اتش بي وهنا غلقناها. نقدر هاي ما نسوي هاي ليش؟ لأنه بس بي اتش بي عندنا. طيب إذا نريد نكبر هاي نكبر ندوس كنترول، يعني أكبر شي ندوس كنترول ونحرك بالماوس بالرول مال الماوس. طيب يعني هاي أكبر شي. نشوف هاي الصفحة اللي طلعت عندنا بعد التنفيذ، هنا سوينا ريلود. بي اتش بي هذا بي اتش بي لكتشر 13 assignment operation كتبها هنا، اللي هو هاي ناتج الايكو هاي، وهنا example 1 كتبنا، example 2 example 3 example. اذا ناخذ example الاول، example الاول variable 10 و variable 1 ايضا زائد يساوي 20. هذا شنو معناته؟ هذا معناته ناخذ هذا الفاريبل الاول 10 ونضيف ال 20، خلاص. اذا ايش قد يصير؟ 30. الثاني الاكزامبل الثاني هذا ايكو يتبعه وهذا يعبر سطر، اخذنا 100 بناقص 200، فايش راح ياخذ؟ راح ياخذ ال 100 ويخلي هنا ناقص 200، يطرح منها 200، فمية ناقص 200 إيش تطلع؟ تطلع ناقص 100، إذا أيضا صحيح. وكذلك عملية الضرب، هذه مثلا علامة الدولار، مثلا عندي 100 دولار، بالعراقي الدولار يساوي 1200 دينار عراقي، فمعناته يضرب 100 دولار في 1200 ونشوف إيش سوى. هو ضربها 1200 طلعت 120 ألف، طلعت 120 ألف. هاي الحالة شنو؟ هاي الحالة أخذناها اللي هي دا نجمع بيناتهم، يعني هذه الحالة دا نجمع بيناتهم لا أكثر ولا أقل. يعني هو راح يسوي ياخذ النتيجة مال هاي ويخليلها اي دي. هنا أيضا نفس الشيء، قلنا 1200 دولار وخلينا هاي كونتينيشن وخلينا الاي دي، إذا هاي تطلع نتيجة، إذا النتيجة هاي وحدة وهي النتيجة الأخرى الأولى. طيب إذا كانت قسمة أيضا نفس الشيء، ناخذ هذه قسمة على 10 ونطبعها هنا، وهاي اللي هنا تنتهي محاضرتنا بالنسبة للأسايمنت أوبريشن اللي هي محاضرة بسيطة. هذا شنو؟ هذا إذا ضغطنا هنا بالضبط راح يطلع لنا هذا. ندوس كليك أيسر وبعدين كليك أيمن، كليك أيمن راح يطلع لنا هذا شنو معناته؟ معناته الاكس ام الزامب مشتغل. معناته شنو؟ معناته الاباتشي مشتغل، معناته الصفحة اللي راح يقرأها هو هذا الاباتشي مشتغل. هنا الام اس كيو ال ما مشتغل. اذا ما طلعت الصفحة لأي سبب، يعني هسه لو نشوف مثلا نسوي ستوب هنا ونسوي ريلود للصفحة، المفروض ما تطلع. نعم فعلا ما طلعت، قال اكو مشكلة بهاي. فاحنا بنجي نخلي الكليك هنا وهنا نسوي كليك وكليك ايمن راح تطلع الى اباتشي. راح نقول له ستار شغل لنا اياها، من راح يشغلها نسوي ريلود مرة لوك تطلع. نسوي ريلود نشوف اذا ما اشتغلت. نعم اشتغلت، اذا فعلا المفروض هي اشتغلت حاليا. نعم اشتغلت، صارت لنا على اللون الاخضر. طيب هنا تنتهي محاضرتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.